المباراه المهمه زي ما بنتكلم خلاص يعني ايام قليله جدا بتفصلنا عن ماتش الاياب الاهلي سان داونز، وزي ما احنا كنا بنتكلم وزي ما الجميع يعني بيتوقع هي اكيد مباراه مش سهله ابدا. خلينا نروح لكل بقى التوقعات والتحليلات، بس خلينا نرحب في البدايه يعني الضيف اللي احنا بنتفائل بيه بصراحه، وكل ما بيكون معانا ويبقى في مباراه جايه بنكسب، كابتن محمد حشيش نجم الاهلي السابق. صباح الفل. صباح الفل يا نوان، منور الدنيا كابتن حشيش، ربنا يخليك. كل سنه وحضرتك طيب. انت طيب يا ريت، بس التفاؤل ده ان شاء الله باذن الله يكمل على خير ان شاء الله، وربنا يسترها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شايف الماتش اللي جاي ايه اصعب ما فيه؟ طبعا الدور اللي احنا فيه ده طبعا خروج المغلوب. ده يمكن في الاونه الاخيره ده يمكن ثالث لقاء في نفس الدور بين الاهلي وسان داونز. سان داونز الحقيقه السنه دي انا شايف ان هو كمان مختلف عن السنين اللي فاتت. السنه دي فرقه قويه، فرقه كبيره، واضح معاها مدرب كويس، لعيبه على مستوى عالي، بيلعبوا كره جماعيه وبيلعبوا على مستوى الفردي كمان، في افراد بتعمل الفرق زي ما احنا بنقول. النتيجه الاولانيه اللي في القاهره الحمد لله، طبعا الجون اللي جبناه في اخر دقيقه ده برضو ايه يعني طمن شويه، طمن شويه، ولان 1-0 غير 2-0. طبعا طبعا اتكلم 2-0 يعني الفرقه الثانيه محتاجه تجيب على الاقل جونين عشان تتعادل، ثلاثه عشان تكسب، فبرضو الامور صعبه. غير 1-0 ممكن ضرب جزاء هناك في البدايه، محدش ضامن طبعا الحكام، احنا شفنا الحكم اللي فات كان عامل ازاي. كارثه صراحه حقيقيه يعني طبعا وفرق في المباراه بشكل كبير. فطبعا المباراه صعبه، يعني المباراه صعبه عايزه اداره معينه من الجهاز الفني خارج الملعب، واداره فنيه كمان جوه بين اللعيبه. محتاج الماتش ده، محتاج انا بقول محتاج لعيبه عندها خبرات انها تقدر تسيطر على المباراه، وهنتكلم طبعا دلوقتي فنيا. بس في حاجه ثانيه انا عايز برضو اتكلم فيها، يعني الفتره اللي فاتت معلش هتكلم في الجزئيه دي، الناس حصل انتقادات بالنسبه للموسيماني وبالنسبه للعيبه و عايز اقول الناس الجمهور، الجمهور الكبير بتاع النادي الاهلي، طبعا جمهور النادي الاهلي انا عارف ان هو دايما بيحب المكسب وبيحب الاداء وعايز كل حاجه وطماع بشكل كبير وحاجات كده. اللي مر بيه النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، خلال الشهور بقى مش هنقول الشهر الاخير، اللي هو بتلعبي 10 مباريات في خلال شهر 30 يوم، يعني يومين وتلعبي ماتش، يومين طبعا وتلعبي ماتش، دي حاجه صعبه جدا يا جماعه طبعا بالنسبه للعيبه، ما يحسهاش الا لعيبه الكوره نفسها. لو على رايك ومن قبل كده كمان افريقيا ومحليا كله، يعني انت جاي بقى بدايه كمان من بطوله افريقيا اللي فاتت اللي كانت لسه قريبه اللي احنا كسبناها، وبعدين كاس عالم الانديه وكلها سفر، وبعدين دوري المجموعات والكلام ده كله. ارهاق، ارهاق حتى لو ما فيش اصابات، او يعني سواء اصابات عضليه او طبعًا اصابات كورونا، في ارهاق شديد جدا، ويمكن ده اللي ارهاق عصبي كمان. انا يعني في حالات اغماء حصلت للعيبه، ارهاق عصبي، لان زي ما احنا بنقول لعيبه النادي الاهلي دايما عندها بتلعب تحت ضغط عصبي كبير جدا للكلام اللي احنا قلناه على الجمهور. ان الجمهور عايز مكسب وعايز اداء. الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي برضه نفس القصه، بيلعب تحت ضغط، كل مباراه مطالب ان هو يكسب. مفيش فرقه في الدنيا او جهاز في الدنيا الناس بتعامله بالحته، النهارده انت كسبت فانت يبقى انت كويس لو كذا، والله اصله هو والتغييرات و و و هي بس الفكره. يعني حتى يعني تعليقا او تعقيبا على الجمله اللي حضرتك وصفت بيها، تقول ودي حاجه مشروعه جدا، الطمع عند جماهير النادي الاهلي طبعا مشروع، تمام، لان هو عارفين ان هم بينتموا لكيان محترم والفرقه تقيله وليها تاريخ الى اخره. لكن هل ممكن الاجهاد البدني والمعدل السريع قوي للمباريات المتتاليه ممكن يخليك تشوف فرقتك بيأدوا اداء مش مرضي بالنسبه لك؟ يعني لما يكون انت فريق تقيل مهما كنت مجهد، لو لعبت بربع طاقتك وامكانياتك، الربع ده المفروض يبقى مرضي للمشاهدين، هقول للمتابعين. الاداء الكويس معناه ايه؟ او بيتحقق ازاي في الملعب؟ اداء كويس في الملعب يعني لعيبه فايقه واقفه على رجليها، في لعب جماعي، في لعب جماعي على مستوى الفردي. انت عشان تعمل اداء كويس لازم يبقى معاك الاستحواذ، لازم ان انت تعمل ضغط على المنافس بشكل كبير جدا من اول المباراه،
لازم تجري في المساحات، اللعيبه كلها الراجل اللي معاه الكوره لازم اكتر من لاعب يجري له في مساحات عشان يوسع المساحات ويخلق فرص، لازم يبقى فيه قدرات شخصيه بالنسبه لبعض اللعيبه المهاريه انها تعمل فارق، تعمل جمل، تبدع. بس لو انت مجهد لدرجه ان انت مش قادر تنفذ او تعمل ده، بس على الاقل ما يبقاش فيه ميس باسز مثلا، ما يبقاش. ما انا هقول لك يا كريم، الميس باس ده بيجي لو انت فاقد التركيز. التركيز بتفقده لما انت تكون تعبان ومجهد. احنا حتى في الـ في الـ في القعده العاديه اللي احنا قاعدينها دي، لو الواحد جاي مرهق وتعبان طبعا. ممكن ما بقاش قادر يتكلم كويس. هيتكلم بس مش هيتكلم كويس، ما يخلقش جمل، ما يعمل، انت فاهم ازاي؟ فاش ابداع. فهو يا جماعه فعلا لما انت يعني احنا في عرف الكوره مثلا، لو انا مجهد في مباراه وانت معاك الكوره، الطبيعي ان انا ابعد عن الخصم اللي معايا واظهر لك عشان يبقى عندك انت سهوله في انك تنقل، مش انا لوحدي، على الاقل اللعيبه الثلاث اربع لعيبه اللي حواليك في المنطقه بتاعتك. لما بكون انا تعبان بلغه الكوره احنا بنقول بنستخبى. استخبى يعني ايه؟ اروح جاي انا واقف جنب نهاوند، هتعرف تدي لي الكوره؟ مش تعرف. انت فاهم ازاي؟ فهتتعطل، تبتدي تفكر، تبتدي تبطئ اللعب. فكل الكلام ده، انما لو انا فايق بطلب الكوره. يعني في بعض المدربين يقول لك دايما اطلب الكوره. اطلب الكوره يعني ايه؟ يعني انزل للزميل في حته فاضيه عشان طبعًا. اسهل عليه واسهل طبعًا. على نفسي طبعًا. الكلام ده كله لو انت مجهد مش هتقدر، بتبقى انت من جواك عايز، يعني حتى الروح القتاليه والنفسيه اللي عندك وانت مجهد بتبقى مش قادر، ولو عملتها شويه مش تقدر تعملها ال 90 دقيقه. فكل ده لازم ياثر على الاداء. وانا عايز اقول للجمهور حاجه مهمه. طب يعني لو كان النادي الاهلي عمل مباراه مستوى غير عادي في كله وعلى الجون واستحواذ و و و بس ما فازش وخسر ولا تعاد، كان هو هيبقى مين احسن؟ احنا فكر في الفتره كفتره. الفتره دي يا جماعه مش مطالب ان انت حاليا، لان انت واثق في لعيبتك وعارف ان اللعيبه دي ادت قبل كده بشكل مميز قوي، يعني هي عندها. فكون ان ما عندهاش دلوقتي ان هي فعلا بتمر بظروف صعبه، ورغم ده احنا بنحقق فوز، فهي العبره برضو الى حد كبير بتكون بالنتيجه يعني. بس اكيد بنتمنى نشوف لعب جيد، ولكن برضو العبره اكيد في الاخر بالنتيجه. دلوقتي انا هوند